السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء، طلاب برنامج ماجستير الإعلام الرقمي جامعة الجامعة الذكية. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السابعة. اليوم إن شاء الله تكون المحاضرة بتاعتنا بتتناول موضوع جديد ومختلف، يعني خلينا نقول عن طبيعة موضوعات الإعلام، حيث إن هو بيتناول خدمة جديدة تمت إتاحتها من خلال البلاتفورمز المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي التوظيف الإلكتروني. إلكترونيك اختارها E، ريكروتمنت التوظيف الإلكتروني. ما المقصود بالتوظيف الإلكتروني؟ التوظيف الإلكتروني المقصود به اللي هي إتمام عملية التوظيف بداية من عرض الوظيفة حتى محاولة التقديم ومحاولة الالتحاق من قبل مجموعة من الراغبين في هذه الوظيفة، وعملية التوظيف بشكل مختلف وآلي والسير الذاتية وخلافه. العملية دي كانت بتتم بشكل كبير جدا في الشركات من خلال يعني كلنا عارفين الـ HR، وهو اللي كان مهموم بهذا الأمر. ولكن مؤخرا، وكان بيطلق عليها توظيف فقط، ولكن مؤخرا تم عملية دمج بين مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات في هذه العملية، يسرت وسهلت وكانت له كثير من المميزات والمنافع والفوائد التي عادت على الشركات والمؤسسات المختلفة. يعني خلينا نبتدي كده ونشوف اليوم هنتكلم عن ايه اكتر في الفهرس السيلبس الخاص بينا. يعني من الاهم يعني خلينا نقول العناصر او التوبكس الاساسيه اللي هنتكلم عليها، ما المقصود بالتوظيف الالكتروني، ما هي اهم المميزات، ما هي المميزات المطروحه، وما هي السلبيات ايضا لهذا يعني النوع الجديد من عمليات التوظيف، اهم الطرق اللي بيتم من خلالها الميثودز يعني، وكيف يتم طبيعة عمله، وكيف تغير المسألة من مجرد عملية التوظيف إلى التوظيف الإلكتروني، وهناك استراتيجيات معينة بيتم بناءها. زي ما اعتدنا منذ المحاضرة الأولى أن كل ما هو خاص بالسوشيال ميديا يجب أن يكون ليه استراتيجيات وخطط، يعني إيه خلينا نقول واضحة ولها أهداف واضحة. يبقى هنبدأ المحاضرة بتاعتنا اليوم بسؤال مهم، ما هو التوظيف الإلكتروني؟ التوظيف الإلكتروني أو بتعرف الـ Electronic Requirement Process، بتعرف على إنها هي عملية العثور على الموظفين وتقييمهم وتوظيفهم بطريقة آلية وإلكترونية كاملة، حيث بترتبط هذه العملية وبتعمل عملية ربط المؤسسات بالموظفين المحتملين باستخدام الوسائل التكنولوجية متجسدة في البلاتفورمز المختلفة. وقد غيرت كيفية تفاعل أصحاب العمل والموظفين، حيث الآن يعني بيعتبر أصحاب العمل استخدام التوظيف الإلكتروني لنشر الوظائف الشاغرة أو الوظائف اللي هم محتاجينها يعني، والبحث عن السير الذاتية الإلكترونية، ويمكن أيضا للموظفين استخدامها لتقديم طلبات وسير ذاتية إلكترونية والبحث عن وظائف شاغرة وتلقي تنبيهات الوظائف. إذا عملية التوظيف الإلكتروني وتولز التوظيف الإلكتروني بيستخدم من قبل يعني خلينا نقول الاتجاهين، حيث أن المؤسسة نفسها بتسعى جاهدة إلى إن هي تستخدم هذا أو هذه الأداة ل إيجاد موظفين مناسبين ومحتملين في الشركة للوظيفة الشاغرة الفارغة عنها. وفي نفس الوقت الناس اللي بتبحث عن هذه الوظائف بتستطيع من خلالها إنتاج سير ذاتية إلكترونية واستخدامها لتقديم طلبات مختلفة والبحث عن الوظائف وتلقي تنبيهات
يعني خلينا نقول تقديم طلبات أيضا إلكترونية، وأيضا هذه الأدوات الموجودة في يعني خلينا نقول بلاتفورمز مختلفة مختلفة، مواقع تواصل اجتماعية مختلفة، هي بالفعل بتعمل على زي نوتيفيكيشن كده، تنبيهات بترسل بحيث الباحثين عن العمل بيقول لهم تم طرح الوظيفة الفلانية في المكان الفلاني، لتنبيههم لتقديمهم في هذه الوظيفة من خلال هذه الأداة. يعني خلينا نقول يمكن لأصحاب العمل الوصول إلى عدد أكبر من الموظفين المحتملين باستخدام التوظيف الإلكتروني، حيث يمكن للشركات بناء مراحل التوظيف الخاصة بها باستخدام برامج الموارد البشرية اللي هي الـ HR للتوظيف الإلكتروني، أو استخدام الشركات التوظيف الإلكتروني التي تضمن عملية التوظيف باستخدام خدماتها. استخدام المراحل عبر الإنترنت بما فيها برامج الموارد البشرية، فإن التوظيف الإلكتروني هو عملية آلية لتحديد المرشحين وجذبهم وفحصهم وتوظيفهم. ويمكن للشركات أيضا استخدام استراتيجية التوظيف عبر الإنترنت، وهي كل ده شكل من أشكال التطوير عبر الإنترنت والتواصل مع المرشحين. أيضا خلينا نقول إن أحيانا تبقى حضرتك لما بتبحث على وظيفة ولا حاجة، ودي برضو من الحاجات المطروحة الموجودة، وبتلاقي رسالة جاية لك عبر لينكد إن مثلا، أو عن طريق إيميلك اللي تم أخذه من الفيسبوك أو تويتر، بإن حضرتك إحنا بنبحث عن ناس فيها المؤهلات بتاعت حضرتك، هل أنت مهتم بهذه الوظيفة؟ وده بيبقى موظف الـ HR بيقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي متجددة في لينكد ان مثلا، على اعتبار ان هو من اكثر مواقع للباحثين عن العمل، وهو موقع اوفيشيال، يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول ان هو بيساعد بشكل كبير على ايجاد من هم مناسبين لهذه الوظيفة. هناك مجموعة من المميزات هنبتدي نتكلم عنها، بداية من يعني التكلفة، الكوست، عملية التوظيف سابقا كانت ليها ميزانية في المؤسسة. ده هيقول لي طيب يعني عفوا ايه هي الميزانية يعني؟ لا هقول لك بقى الميزانية، بحيث الإعلانات، وأحيانا نفقات سفر، وأحيانا يعني طبعا الاعلانات دي لوحدها كانت مبلغ وقدره، اللي كانت بتبقى في جرائد من او صحف من الصحف الرسميه اللي موجوده، او جرائد الوظائف او جرائد الاعلانات. نفقات سفر لو احنا رحنا نتعاقد مع ناس في دوله تانية ونجيبهم لو احنا محتاجينهم، او يعني خلينا نقول توفير الناس بقى هتاخد يوم من اجازه كامله وتبدا تشتغل في مقابله الانترفيوهات للمرشحين، ل يعني تشوف المناسب. كل ده تكاليف العمل في التوظيف، قلنا الإعلانات ونفقات السفر ورسوم التوظيف، كل دي كانت بتستغرق عملية التوظيف وقت كبير ونفقات. أمكن التوظيف الآلي من تقليل النفقات عن طريق التبديل إلى التوظيف الإلكتروني، مما سمح لنا بنشر فرص عمل مجانية في مراحل اجتماعية متعددة ومختلفة. يبقى أول حاجة من أهم المميزات اللي هي وفرها لنا التوظيف الإلكتروني التكلفة. طيب تاني حاجة وهي تسريع العملية، جعلها أكثر سرعة، quicker. يمكن تقصير عملية التوظيف ببساطة عن طريق النقر، clicking فوق عدد قليل من عمليات فحص معلومات المرشحين وسيرهم الذاتية وتصفيتها وفرزها. يعمل التوظيف الإلكتروني على تبسيط عملية مقابلة المرشحين أو حتى رفضهم يعني، ولا يعد عملية إدخال معلومات المرشحين يعني في المرحلة دي مطلوب، ولكن خلينا نقول
ان هو مجرد ان حضرتك تشوف السير الذاتيه وبتعمل عمليه كليك، تنقر فوق السير الذاتيه وتقراها وتشوفها مناسبه ولا لا، تدخل على صفحتهم. الموضوع ده سهل، وبدات تقدر تجمع كمان more information about هذا الشخص اللي محتاج ان هو يكون جزء من المؤسسه اللي هي طالبه الوظيفه. الترشيح أصبح حسب الطلب، يعني بيسمح التوظيف الإلكتروني بتصفية الطلبات للمساعدة في عملية إن أنا أقدر أعرف المرشح المثالي اللي عنده كفاءة اللي بيتناسب في العمل. أصبحت عملية أجهزة الترشيح بتوفر أنظمة التوظيف الإلكتروني عملية تسريع زي ما اتفقنا، أكثر سرعة، أكثر أقل تكلفة، وعملية ترتيب المرشح من حيث الخبرة والتعليم والكفاءة ومعايير أخرى كثيرة. كل الحاجات دي برضو من الحاجات المهمة اللي أصبحت من المميزات الكثيرة اللي كانت بتعاني منها الكثير من أقسام الموارد البشرية في إيجاد المرشح المناسب للوظيفة، أصبحت مع دخولها في عوالق العالم الإلكتروني والبلاتفورمز المختلفة أكثر يسرا وسهولة. عملية إيه بقى؟ إنها تكون flexible، مرنة، من السهل التكيف مع عملية التوظيف الإلكتروني. وبالتالي فهو سهل الاستخدام وبيوفر مرحلة يمكن لجميع مديري الموارد البشرية متابعة عملية التوظيف ومسار التحول الخاصة بهم. فلو على ذلك بتسمح يعني الميزة الأساسية فيها لصاحب العمل بتخزين بقى عملية قاعدة بيانات لسير ذاتية في مكان واحد، يسهل الرجوع إليها والعودة إليها في المستقبل. هنا مثلا طبيعة العمل شوية في المؤسسات الجامعية زي الجامعات المختلفة، طبيعة عملنا احنا كدكاترة الجامعة احنا بيكون لينا تو سيزون للتعيين، اللي هو مع بداية أي فصل دراسي، أحيانا بيكون 3 دلوقتي، يعني مع لو فصل دراسي صيفي. فبالتالي حضرتك لو قدمت في شهر مثلا فبراير، بيتم الحفاظ على السيرة الذاتية الخاصة بيك، وتقوم يتواصلوا معاك مع بداية العام الدراسي الجديد. يمكن قبل كده مع أساليب الورقية القديمة كانت المسألة صعبة، ما كانش حد ممكن يقدم في شهر فبراير ولا مارس ولا الكلام ده، الناس كانت بتروح كلها في شهر أغسطس قبل الدراسة في المؤسسات بشكل ورقي. ولكن دلوقتي أصبحت الناس في أرشيف إلكتروني في المؤسسات، أو ممكن ترجع للإعلان اللي هي مقدماه وترجع للسير الذاتية اللي هي موجودة، وتبتدي تساعد على عملية توظيف الناس اللي هي محتاجة الوظيفة اللي هي المؤسسة اوريدي محتاجة فيها ناس لعمل فيها. طيب يعني خلينا نقول احنا دايما بنقول على الرغم ان الامور الالكترونية يسرت وسهلت علينا اشياء كتير، ولكن لكل شيء زي ما ليه ايجابياته لكل شيء ليه سلبيات ايضا. هناك مجموعة من العيوب في عملية التوظيف الالكتروني. أول حاجة يعني المشاكل التقنية أو المشاكل التقنية، قد لا يكون هناك بعض المرشحين واثقين بدرجة كافية من أمان التطبيق، هناك دائما احتمال أن يعمل نظام التطبيق ببطء أو يفقد مجموعة من المعلومات أثناء عملية التحزيز. يعني في ناس لما بتيجي تملي أبليكيشن ما مثلا وتيجي تملي نصه يحدث أي شيء في الإنترنت ويبتدي للأسف يفقد المعلومات اللي هو قدمها. في بعض المؤسسات بتصحب لعملية التقديم الإلكتروني في عملية التوظيف عندها يعني خلينا نقول خطوات معقدة جدا وعدد كبير جدا من أبليكيشنز، استمارات طويلة جدا وفيها كم كبير جدا من الانفورميشن والداتا اللي بيكونوا محتاجينها، فبتكون مملة وطويلة، وده بيخلينا يعني نعزف عنها ونبقى مش حابينها خالص. طبعا كل الجوانب التقنية الخاصة بعملية التوظيف أنا من وجهة نظري ممكن معالجتها طبعا مع يعني زيادة الاهتمام بها بشكل أكبر، فبالتالي بتكون أفضل في المستقبل. طيب طبعا احنا للأسف الشديد من حاجات العيوب
وخلينا نقول دي مش خاصة فقط بعملية التقديم الإلكتروني للوظائف، ولكن خاصة ب يعني العيب ده يخص كل شيء يتم عمله من الجانب الإلكتروني. يعني أي حاجة تخص العمل الإلكتروني معرض لوجود ما يسمى بالمحتالون، التزييف. قد تكون هناك بعض التطبيقات فيها زيف للحصول على بيانات حول الشركة أو المسؤول التوظيف في الوقت نفسه، بيستخدموا يعني هؤلاء لإرسال بريد عشوائي ببيانات المقدم، تقدم مساعدة في حالة وجود عدد كبير من التفاصيل الدقيقة يمكن للمبرمجين يعني السيئين اللي هم يعني مش جادين في عملهم استخدام البيانات للوصول إلى أطر عمل تكنولوجية المعلومات الخاصة بشركتك. يعني أحيانا بيكون من كلا الطرفين، أحيانا بتكون في بعض المؤسسات، يعني مثلا في مؤسسات كثيرة جدا دلوقتي تيجي تلاقيهم بيبعت لك على لينكد إن يقول لك والله احنا شفناك مناسب جدا هذه الوظيفة وقدم الابليكيشن، بس هو بس للأسف في رسوم، عفوا رسوم بسيطة للابليكيشن مثلا $50، وحضرتك مقبول معانا بس انت لازم تدفع هذه الرسوم مثلا. واحيانا تانية يتتبع معلوماتك ويتتبع ابحاثك مثلا ويدخل ياخد اسمك ويبتدي يشتغل على ان هو يسرق حاجة من منتجك العلمي، او العكس هناك البعض يدخل للشركة ويبقى عارف معلومات عنها ويبتدي يخترق خصوصياتها، يخترق اي حسابات ليها. يعني اذا هي مسألة عرض المعلومات دي برضو، سواء من قبل الشركة نفسها أو من قبل الشخص نفسه اللي بيبقى حاطط سيرة ذاتية محملها على موقع زي لينكد إن فيها معلومات شخصية عنه، سواء مكان سكنه، رقم تليفونه البرايفت، حصل على شهادته منين مثلا، صورته الشخصية وخلافه. كل الحاجات دي بتخلي إنه هناك لو هناك محتالون متواجدون يعني انت اصبحت فريسه سهله جدا ليهم، وده من العيوب الخطيره. يمكن قبل كده عمليه التوظيف السيره الذاتيه كانت بتروح للاتش ار، محدش كان بيشوفها غير الموظف المسؤول فقط لا غير، لكن هي الان منشوره على الملأ وموجوده على بعض المواقع، وزي ما قلنا احيانا بعض الشركات بتكون شركات نصابين او الافراد اللي بيتقدموا للوظيفه ايضا نفس الشيء، الفكره ونفس الشيء. طيب تمام. من برضو العيوب إنها بتكون مش فعالة لأنها لا تقدم جميع إدارات التوظيف الإلكتروني تحقيقا داخليا وخارجيا في عملية النشر، وبالتالي فإنه من الصعب تصنيف الشيء الذي يعمل ولا يعمل وكيفية الترويج للإعلانات، وأن هذه مشكلة نموذجية في التوظيف غير المتصل، مسألة إنها بتكون أقل فعالية عن الأخرى التي هي فعالة بشكل أكبر. سوء الفهم. قد يؤدي التحدث مع الممثلين المخططين من خلال الشاشة إلى ظهور رسائل مربكة أو شكوك خاطئة. على أي حال، فإن التحدث مع شخص ما وجها لوجه فيس تو فيس يعني يمكن أن يفسر ما يشبه الفرد، يعني رياكشنه، ردود أفعاله، مثلا يعني رؤيته للأمر. أحيانا الانطباعات الأولى يعني بتجعل الأمور أو الشخص ده هو المناسب، ولكن الميس أندرستاند إن في ناس مش بتعرفش تعمل introduce yourself من خلال سكرين، يعني هي مش عارفة تتواصل. ولكن خلينا نقول برضو إن من العيب ده حاجة لازم أي شخص يتدرب عليها في هذه الآونة، نظرا لأن تعميم عملية التوظيف الإلكتروني يعني وسط مثلا 100 مؤسسة، وسط 100 مؤسسة هنلاقي 10 فقط اللي لسه بيوظف فيس تو فيس. أغلب الناس سواء في دول أخرى أو حتى يعني خاصة من بعد الكورونا يعني، أو حتى في نفس الدولة أصبح بيقابل الناس إلكترونيك وبيقدم إلكترونيك، وكمان يعني أحيانا بتبقى الانترفيو كمان عبر زوم ميتنج مثلا أو كده، وبيحدد لك ميعاد وبتدخل تعمل معاه الانترفيو من خلال يعني العملية بشكل كامل الكترونيك، وبتوظيف طبعا من مواقع او ادوات التواصل الاجتماعي. لذلك لازم من الضروري انت كمرشح لعمل جديد ان انت يكون عندك الابيليتي والقدرة على ان انت تستخدم الوسائل الالكترونية في هذا الامر. تنوع الجمهور الاودينس بتاعتك
نظرا لأن التوظيف الإلكتروني بيخلق عدد لا يحصى من المتقدمين كل يوم، يجب على المنظمات أن تكون أكثر حذرا عند استخدام، طبعا زي ما احنا قلنا، ويجب على عملية كشف ضمان الكفاءة باستمرار، ومحاولات عدم الاستفادة من المرشحين غير المناسبين تماما، مثل المرشحين الذين مثلا هم مكانهم بعيد مش مناسبين. يعني لازم يكون عندي انا جمهور متنوع جدا بيقدم لي. كان الاول مثلا انا الوظيفه بتاعتي هي في القاهره وبعمل اعلان في جريده رسميه بيقدم لي من هم محيطين بالعمل، او لاقصى تقدير ممكن يكون حد ساكن في نفس الدوله ولكن في مكان بعيد. دلوقتي انا لما بنزل الاعلان ممكن يجي لي ناس من دول تانية كتير ومتنوعه، فأنا لازم أشوف الجمهور بتاعي اللي متقدم ده صفاته إيه ومميزاته إيه. وأيضا ممكن نحل هذا العيب بأمر تاني، إن إحنا نعمل عملية، يعني نحط الإعلان بشكل متخصص جدا يا جماعة. يعني إيه؟ يعني نقول مثلا هو من سكان إيه، جنسيته إيه، عمره، مؤهلاته، الإكسبيرينس بتاعته. يعني احنا لو حطينا في الاعلان حاجات اكثر دقة ممكن يتقدم لنا ناس او يتم عملية تصفية بشكل اكثر دقة بكثير. هل هناك طرق ما لعملية وانواع تايب اوف اونلاين؟ هناك انواع وطرق مختلفة للتوظيف عبر الانترنت. يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص، يعني more and more، الكثير من الأشخاص هذه الأيام الإنترنت للبحث عن العمل ومعرفة المزيد عن الشركات قبل مقابلات العمل. فمن خلال التواجد الفوري والقوي على الإنترنت أصبح استخدام عملية التوظيف وطرق التوظيف عبر الإنترنت يمكن للشركات الوصول إلى مجموعة كبيرة من المرشحين وإدارة عملية التوظيف الخاصة بهم بسلاسة. يبقى استخدام الإنترنت واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلت عملية التوظيف كثيرة ومتاحة لكثير وكثير من الأشخاص. بتشمل الأنواع الأكثر شيوعا لطرق التوظيف عبر الإنترنت عملية تحديد مصادر المرشحين المحتملين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستخدام طبعا نظام التتبع ل يعني الابلكيشن تراكنج سيستم اللي هو الاي تي اس، ده بيسمى استخدام نظام تتبع مقدم الطلب الاي تي اس، اجراء مقابلات مع المرشحين عبر الانترنت من خلال برامج اللي هو اونلاين فيا فيديو كونفرنس او طبعا الزوم او البرامج المختلفة، استخدام الاختبارات اللي هي التست عن طريق السيرفيس المختلفة واستطلاعات والاستبيانات، طبعا عمل او كريتنج جوب بوردز للاعلانات جوب والاوفرنج اعلانات العمل وعروض العمل عبر الانترنت. هنمسك واحد واحد من يعني الـ الـ الأنواع الأكثر شيوعا نبتدي نتكلم عنه. أول حاجة اللي هي عملية البحث عن المرشحين المحتملين وعملية attract، إزاي نقدر نجذبهم لينا والمؤسسة بتاعتنا بطريقة إلكترونية. عملية تحديد المصادر هي عملية البحث عن مرشحين مؤهلين للوظائف لشغل منصب حالي أو موجود في الشركة. يعني من أجل التوظيف المرشحين بكفاءة بيصبح من المهم معرفة مكان تكمن مجموعة هؤلاء المرشحين. السبب إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر وجذب المرشحين المحتملين هو أحد أكثر الأسباب شيوعاً وأحد أكثر الأساليب المستخدمة في التوظيف عبر الإنترنت، اللي هي استخدام التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة لبناء العلامة التجارية لأصحاب العمل وتوظيف المرشحين. أصبح شائعا من خلال لينكد إن طبعا، ويعني بياخد نصيب الأسد، والفيسبوك والإنستجرام. تم زيارة المنصات مثل العثور على المرشحين وتتبع توظيفهم عبر الإنترنت.
يعني الموضوع أصبح شائع جدا، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح في غاية الأهمية للحصول على وظائف مهمة ومحتملة. طيب، استخدام الـ ETS، استخدام نظام تتبع مقدم الطلب. نظام تتبع المتقدمين هو برنامج بيستخدم الخوارزميات المختلفة لعملية فرز السير الذاتية للمرشحين المحتملين، وعملية تبسيط عملية التوظيف لمديري الموارد البشرية المعنيين بالأمر. وعندما يتقدم الكثير من المرشحين لوظيفة شاغرة، يساعد هذا البرنامج على الفصل بين السير الذاتية المؤهلة والسير الذاتية الغير مؤهلة أثناء عملية التوظيف. ويمكن أيضا لمسؤول التوظيف من رؤية السير الذاتية التي تم تصفيتها ووفقا لمعاييرهم المطلوبة في ملف تعريف الوظيفة. وبالتالي يعد نظام تتبع المتقدمين طريقة مفيدة للتوظيف الإلكتروني. تمام، يبقى إذا نظام تتبع التقدم ده من الأنظمة المهمة جدا اللي ممكن بيتم استخدامها بشكل مهم جدا في تتبع من هو متقدم لعملية التوظيف الإلكترونية في المؤسسة. مقابلة المرشحين عبر الإنترنت، بيفضل أو طبعا من خلال يعني الانترنت او بفضل الانترنت لم يعد اجراء مقابلات عمل في مكان ما الزاميا بعد الان. استخدام ادوات ما، يمكن للمدير عنده سكايبي، عنده جوجل ميت، عنده زوم، المهم ان هو يقدر يعمل فيديو المقابله وكله مجاني. يعني مثل الموارد البشريه بيتم تعيين المرشحين المؤهلين عن طريق اجراء مقابلات ليهم، ولكن عن طريق الانترنت في الوقت الحاضر بنستخدم معظم الشركات نظاما اليا للمقابلات عبر الانترنت، حيث يتم طرح الاسئله على المرشحين ويتم منحهم حدا زمنيا معينا للتفكير والتحدث عن الاجابات. هذا أيضا هو السبب هو في أن طريقة التوظيف الإلكتروني أصبحت شائعة جدا في عالم المؤسسات والشركات. طيب، استخدام لوحات للعمل، هناك لوحات الوظائف هي موقع المواقع الإلكترونية اللي بيتم استخدامها من قبل القائمون بعملية التوظيف للإعلان على عروض العمل على وجه التحديد. عفوا، وعلى العكس من ذلك يمكن للباحثين عن عمل استخدام لوحات العمل للبحث عن فرص عمل جديدة في منطقتهم ومهنهم اللي هم يعني مهمومين بيها وباحثين عنها، وتستخدم في حالات بعض الأنظمة لتتبع المتقدمين زي ما قلنا عليها، فبتبسط عملية التقديم وبتعيد إعلانات الوظائف الفردية توجيه المرشحين المهتمين إلى مواقع الشركة لإكمال عملية التقديم. على سبيل المثال، بتسمح مواقع مثل إندنت للمرشحين بنشر سيرهم الذاتية للمسؤولين عن التوظيف والتوظيف للعثور عليه. مواقع أيضا كمان زي جلاس دور، وفي مواقع كتير جدا مهمومة جدا بعملية استخدامها لهذا الأمر. كده احنا شملنا أهم التولز أو أهم الميثودز، يعني الطرق المختلفة في الأكثر شيوعا في عملية التوظيف عبر الإنترنت. طيب، هنتنقل بعد كده سؤال هام، لماذا هناك في توظيف إلكتروني؟ الوظائف الحديثة المودرن جوب بيتم البحث عن الوظائف الحديثة بشكل عملية اكسكلوسيف بطريقة حصرية عبر الإنترنت بمساعدة الخوارزميات لعملية البحث الشائعة. يفضل المرشحون المحتملون البحث عن الوظائف بسرعة وكفاءة وبشكل حصري تقريبا عبر الهاتف الذكي يعني السمارت فون والآيباد، وبيستخدم التوظيف الإلكتروني الرقمي لتتكيف الشركات مع المتطلبات الحالية للمواهب الشابة، مما يجعل من الممكن التقدم بسرعة وكفاءة ببضع نقرات فقط. عملية النقر يعني just one click، أو يعني خلاص أنت بتقدر توصل بطريقة كويكلي جدا وبطريقة سريعة ومهنية ومفيدة جدا جدا.
استخدام التوظيف الإلكتروني يؤتي يعني بطريقة جيدة جدا لكثير من الشركات، ويعود بطريقة جيدة جدا على كثير من الشركات من حيث العمليات وتحسين التكلفة، وإنه يبسط العمل الإداري ويزيد من الوصول والظهور ويوفر المال ويدعمهم بشكل فعال في التوظيف. الكثير من المنافع والكثير من الفوائد التي تعود على الشركات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في عملية التوظيف، وأصبحت دي أداة مهمة جدا وتوظيف لمواقع التواصل الاجتماعي في إيجاد من هم مناسبين ومرشحين للعمل والوظيفة. كيف يعمل عملية التوظيف الإلكتروني؟ التوظيف الإلكتروني بيتم وضع إعلان للوظائف على منصة ما عبر الإنترنت، وبتستهدف فئات مطلوبة. بيتم إرسال التطبيق إلى صاحب العمل المحتمل إما عن طريق يعني الإيميل أو عن طريق تحميل المستند باستخدام النظام الأساسي، وده بيجعل عملية التقديم خالية من أي عوائق وموفرة للوقت وأكثر جاذبية للمتقدمين. تمام. أيضا عند تقديم الطلب يقوم نظام تتبع مقدم الطلب اللي هو الـ ATS أو برنامج التوظيف الإلكتروني المماثل، بجمع الطلبات المرسلة مركزيا وتأكيد استلامها وإنشاء ملفات تعريفية لمقدم الطلبات وتفصيل تقييم الطلبات بشكل كبير، ويمكن إعادة إرسال بريد إلكتروني تلقائي للمرشحين عبر يعني عدد قليل من النقرات بعد اختيار المرشح المناسب. دي من الحاجات المهمة جدا اللي هي يعني عملية التوظيف بشكل كامل من خلال الأبليكيشن بدون تدخل بشري يعني. لما بيحتاجوهم بقى بيبدأوا يعملوا لهم انترفيو بعد كده. تمام. هناك بعض القنوات المشتركة الكومن شانلز في عملية التوظيف الرقمي. بعض القنوات الأكثر شيوعا لعملية التوظيف هي صفحة الوظائف على مواقع الشركات الخاصة، لوحات الوظائف عبر الإنترنت زي لينكد إن مثلا، جوجل فور جوبس اللي هي محركات البحث عن اللي بتبحث عن الوظائف، يعني سوشيال ميديا زي فيسبوك مثلا، تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة في التوظيف. ومن الناحية المثالية يمكن تقديم جميع القنوات المذكورة عليه في وقت واحد من أجل تحقيق أعلى وصول ممكن. ولذلك أنت كباحث عن العمل تستطيع أن أنت يوميا تبحث في كل هذه المواقع. وأيضا الشركات تستطيع نشر الإعلان بتاعها والتواجد على لينكدإن، فيسبوك، جوجل فور جوبس، وكمان أيضا إنها تحط على البيج بتاعتها أو الويب سايت بتاعتها وخلافه. فإذا إن استخدمهم كلهم أمر بوسيبل جدا وأمر محتمل جدا وأمر وارد ومفيد. تمت عملية التغيير من التوظيف الآي عادي إلى التوظيف الآي أو الإلكتروني طبعا مع عملية الرقمنة. أصبح عملية التقديم هناك أيضا متطلبات جديدة لكتابة الإعلانات والوظائف والتواصل مع المتقدمين. بدلا من تقديم الشركة وإنجازاتها يعني أصبح الإعلان الحديث من إزاي نقدر نصل إلى مواهب جديدة والشعور والعمل اليومي في الشركة قد إيه مفيد. يعني عمليات الرقمنة دي أفادت كثيرا بشكل كبير في حتى تصميم الإعلان، مجرد بحث إلى الإعلان أصبح يعني أكثر يعني حرفية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يظل إعلان الوظيفة محايدا بين طبعا يعني كلا المتقدمين سواء كانوا ذكور أو إناث أو سواء كانوا من جنسيات مختلفة، يجب أن يكون موجها نحو مصالح المجموعة المستهدفة لمقدم الطلب باستخدام النصوص التسويقية المختلفة. أي يعني خلينا نقول الحصول على معلومات أكثر قيمة وإجابات مهمة في عملية التوظيف ونصائح مفيدة حول كيفية زيادة نجاح الشركة في التوظيف وتفضل بزيارة مركز المعرفة الخاص بنا. كل دي من نماذج الإعلانات اللي إحنا قدرنا من خلالها نحول الإعلان من مجرد إعلان إعلان عادي إلى إعلان رقمي.
هل هناك فوائد ما لعملية التوظيف الإلكتروني؟ هل هناك مش مميزات بقى، لا فوائد، طبعا هناك فرق ما بين الفايدة والميزة يعني. هل هناك فوائد ما عادت على الشركة مثلا أو خلافه في عملية التوظيف الإلكتروني؟ نعم، التوظيف الإلكتروني هو عملية البحث قلنا عن الموظفين وتوظيفهم من خلال استخدام التكنولوجيا. يمكن أن يشمل ذلك، قلنا الوظائف والتطبيقات وحاجات كتير. ويمكن أن يوفر التوظيف الإلكتروني الوقت والمال لكل من صاحب العمل والموظف أيضا، وأيضا طريقة أكثر فعالية التواصل مع الموظفين المحتملين. خلينا نشوف مع بعض كده إنفوجراف كنا بيتكلم عن عملية الفوائد اللي هي يعني مرسوم بشكل كده بيوفر لينا وبيساعدنا على عملية شرح خاصة بفوائد والمميزات في وقت واحد. يعني بداية من رقم واحد بيقول له هو أصبح أسرع quick gives a better chance for success، هو أعطانا يعني فرصة أفضل للنجاح. كمان ادانا اعطانا gives a bigger audience يعني قاعدة جماهيرية قوية وكبيرة جدا للعمل. اصبحت في عملية branding لوظائف او فرص التوظيف، ترويج ليها بشكل افضل. allows ان هي بتسمح لك for data ان انت من خلال قواعد البيانات المختلفة ان انت تبنيها، تبني قواعد بيانات مختلفة، وبيبقى عندك كم كبير من السير الذاتية والسي فيهات والمعلومات المختلفة. استخدام التول وإدارة التولز المختلفة والتقليل من التكلفة والتكيف والسماح بإن إحنا إزاي نكون عندنا قدر كبير من الفائدة المختلفة. طبعا زي ما احنا شايفين الانفوجراف جميل جدا وميسر الموضوع ومسهله وموضحه، خاصة ان الموضوع يعني اصبح مهم، خاصة يعني هو كمان كلمنا ان احنا نستطيع نستخدم ادوات ادارة متطورة، نقدر نعمل جزء من عملنا بفاعلية وأمر يعني ترويجي لصاحب العلامة التجارية. كل دي من الفوائد المهمة اللي بتعود على يعني صاحب العمل. مين هو بيستخدم الإيه؟ التوظيف الإلكتروني. التوظيف الإلكتروني هو عملية أو هي عملية بتسمح للمؤسسات بنشر الوظائف الشاغرة وجمع الطلبات إلكترونية، ويتم استخدامه من قبل متخصصي الموارد البشرية لفحص المرشحين وملء الوظائف الشاغرة، هي دي مهمتهم الرئيسية. ويمكن أيضا استخدام التوظيف الإلكتروني لإدارة إعداد الموظفين وتدريبهم. يبقى إذا هو بيستخدم من قبل موظفين الـ HR اللي هم الناس المور بروفيشنالز، و أيضا can also used to manage إن هي عملية إدارة عملية التوظيف والتريننج والتدريب المختلفة. طيب هنيجي بقى عند نقطة مهمة جدا وهي how do you build، أنت إزاي بتبني استراتيجيات؟ ويمكن أنا تعمدت إن أنا يعني أترك هذا الجزء إلى الجزء الأخير في المحاضرة، وده لما له من أهمية ذكرناها أكثر من مرة، الاستراتيجية أو البلان أو الخطة المحتملة اللي بيقوم بإعدادها منفذ العملية بتبقى محتاجة بلان، خطة. استراتيجية التوظيف الإلكتروني هي عملية تخطيط وتنفيذ عملية التوظيف باستخدام الوسائل الإلكترونية، والهدف من استراتيجية التوظيف الإلكتروني هو تحسين كفاءة وفعالية عملية التوظيف. تمام، يبقى هدفها الأول تحسين كفاءة وفعالية عملية التوظيف، هي بتشتغل على هذا الهدف. هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لبناء استراتيجية للتوظيف الإلكتروني. طيب أول خطوة من هذه الخطوات
تحديد احتياجات التوظيف الخاصة بك هي الخطوة الأولى في إنشاء الاستراتيجية. أول حاجة حضرتك لازم تحدد لنا أنت محتاج إيه، تمام؟ حيث أن التوظيف الإلكتروني هو تحديد الاحتياجات للتوظيف، ما هي المناصب اللي أنت بتحتاج لشغلها، إيه هي المهارات والخبرات المطلوبة، ما هو الموعد النهائي لشغل هذه الوظيفة. بمجرد تحديد احتياجات التوظيف الخاصة بك يمكنك البدء في تحديد أفضل الطرق لتوظيف المرشحين باستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة. طيب، تاني حاجة تحديد أفضل الأساليب لتوظيف المرشحين. هناك عدد من الطرق لتعيين المرشحين باستخدام الوسائل الإلكترونية. يمكنك نشر إعلانات الوظائف على لوحات الوظائف ومحركات البحث، ويمكنك أيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المرشحين، ويمكن أيضا استخدام البريد الإلكتروني للاتصال بالمرشحين، ويجب عليك أيضا التفكير في استخدام مقابلات فيديو لفحص المرشحين. كل دي من أحد أهم السبل والأساليب لتحديد أفضل الموظفين المرشحين. دي من الاستراتيجية المهمة، استخدام كافة الأدوات الكافية للوصول إلى الغاية المطلوبة في عملية يعني خلينا نقول التوظيف للمرشحين. ماشي. ثلاثة، إنشاء موقع للتوظيف. يعني موقع التوظيف هو موقع ويب مخصص لعملية التوظيف، ويمكن استخدامه لنشر إعلانات الوظائف وعرض السير الذاتية وإجراء مقابلات الفيديو. ويمكن أن يكون مواقع أو موقع التوظيف ده أداة قيمة جدا في جذب المرشحين إلى مؤسستك. يبقى دي برضو من الاستراتيجيات المهمة اللي حضرتك ممكن تقوم بإعدادها وتقوم بالعمل عليها. تمام. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المرشحين، يعني مش تجنيدهم بس خلينا نقول التواصل معهم وتوظيفهم. ويمكن أيضا أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للتوظيف. ويمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر إعلانات الوظائف وجمع السير الذاتية وإجراء المقابلات عن طريق الفيديو. ويمكن أيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المرشحين إلى مؤسستك. يبقى لازم تحط في الاستراتيجية بتاعتك بل هي من الأساسيات عملية استخدام البلاتفورمز والسوشيال ميديا واستخدام الأدوات المتاحة ليها لعملية البحث عن الموظفين والمرشحين المختلفين. طيب، استخدام البريد الإلكتروني للتواصل بالمرشحين المحتملين. ويمكن أن يكون البريد الإلكتروني أداة قوية لتوظيف المرشحين. ويمكن استخدام أيضا الإيميل للاتصال ودعوتهم. ويمكن استخدام المرشحين نفسهم اللي هم بيقدموا للحصول على وظيفة بريد إلكتروني لإرسال والتواصل مع الشركات. كل دي طبعا من الاستراتيجيات المهمة اللي ممكن استخدامها في العمل من خلال التوظيف الإلكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. إجراء مقابلات. يمكن أن تكون المقابلات عبر الفيديو، هي من الأدوات القوية جدا لتقييم المرشحين. ويمكن استخدام مقابلات الفيديو لفحص المرشحين لوظيفة ما. ويمكنك أيضا استخدام مقابلاتها لتقييم المهارات وخبرات المرشحين. طيب، يبقى إذا الاستراتيجية الخاصة بعملية التوظيف الإلكتروني اللي حضرتك بتحطها ده مثال ليها. احنا عندنا 6 عناصر لازم نغطيها، بداية من تحديد الاحتياجات اللي انت محتاجها، تحديد أفضل الأساليب للتوظيف، تمام، من خلال نشر الإعلانات، إنشاء موقع للتوظيف، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام البريد الإلكتروني، وثالثا إجراء المقابلات المختلفة. الاستراتيجيات دي انت لو حطيتها كبلان كده والعمل عليها وتجديدها كل ما تتاح تولز جديدة أو كل ما تتاح أدوات جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي أو في السوشيال ميديا بشكل عام، يجب إن انت تكون عندك علم بيها ومحاط علما بيها. يعني خلينا نقول إنها بتفيد جدا في عملية التوظيف وبتؤثر وبتزيد من عملية التوظيف. احنا معانا دلوقتي يعني انفوجراف كده بيعبر عن نقطة
بيتكلم عن أهم العناصر الخاصة بعملية التوظيف، بداية من يعني الكارير ويب سايتس أو يعني مواقع التوظيف ومواقع العمل. يعني مواقع التوظيف دي برضو من المواقع المهمة. أيضا السوشيال ميديا، ويعني خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي، العمل أو الأونلاين جوب بوردس، والوظائف الشاغرة أو الوظائف المحتملة. يعني احنا لو هنرتبهم كده زي ما هو مرتبهم، أول حاجة طبعا الوظائف الشاغرة، تاني حاجة اللوحات المستخدمة عبر الإنترنت، بعد كده وسائل التواصل الاجتماعي، ثم مواقع التوظيف المختلفة. دي كلها عناصر لاكتمال عملية التوظيف الإلكتروني. يعني خلينا نقول احنا كده وصلنا إلى نهاية المحاضرة الخاصة فينا اليوم، ولكن خليني أتكلم معاكم يعني نعمل عملية ريفيجن ونتكلم أكثر حول التوظيف الإلكتروني لما له من أهمية كبيرة. ويعني خلينا نقول بما إننا أغلبنا يعني خريجي جامعات منذ فترة ولسنا حديث تخرج أو طلبة، الجميع ما شاء الله يعني خلينا نقول أكيد استخدم هذه العملية في العديد من في الحصول على العديد من الوظائف، وكلنا تعرضنا إلى الأبليكيشن، خاصة إن أصبحت هناك الكثير من الدول يعني فيها حكومات ذكية كاملة كده. فعملية التوظيف الإلكتروني أصبح جزء لا يتجزأ من العمل، بداية من الحصول على الترشيح أصلا حتى الحصول على الوظيفة. التوظيف عبر الإنترنت هو عملية تعيين المرشح المحتمل لشغل الوظائف الشاغرة باستخدام الموارد الإلكترونية خاصة الإنترنت، وتستخدم الشركات حاليا الإنترنت للوصول إلى عدد كبير من الباحثين عن العمل، وتوظف أفضل المواهب للشركات بتكلفة أقل عن التوظيف التقليدي. مرور يعني هناك مراحل أساسية في عملية التوظيف الإلكتروني. يعني خلينا نقول إن لما بدأنا نتكلم في هذا الأمر لقينا منظمات قوية جدا بتتحدث عن عملية التوظيف الإلكتروني، وأحيانا بيطلقوا عليه مصطلح التوظيف عبر الإنترنت، حيث عملية تعيين المرشحين المحتملين واستخدام الإنترنت حاليا عملية توظيف شاملة ومتكاملة للعثور على مرشح منذ الإعلان على الوظيفة حتى الحصول عليها. طبعا عفوا، يعني هو أصبح التوظيف الإلكتروني ضرورة نحو العالمية. يعني أنا وجدت إن هو يعني ضرورة، إن أنا محتاج إن أنا أبحث عن أمر ما، لازم يكون عندي بوابة إلكترونية أو منصة، في منصات كتير للعمل الإلكتروني وبوابات أيضا للتوظيف، وليها دور في المجتمعات بشكل كبير جدا، وهناك مواقع الكثير. ويعني خلينا نقول دايما أنا أذكر كل شيء واقول مثلا من ناحيه الابحاث العلميه، انا عايزه اقول لكم لما انا بدات يعني اعد لهذه المحاضره وجدت بالفعل ابحاث، في بحث اطلق عليه انا ممكن يعني لو احنا محتاجين نشوفه في حلقه النقاش، استخدامات مواقع التوظيف الالكتروني في الجزائر ودورها في تقليص نسبه البطاله، دراسه استطلاعيه على عينه من الشباب بالجزائر العاصمه. يعني خلينا نقول ان في ابحاث علميه لما لها من ظاهره مهمة في يعني العالم،
و يعني ومفيده جدا لتقليل نسبه البطاله وزياده البحث عن وظائف. احنا اتكلمنا طبعا عن فوائدها، واتكلمنا عن ان هي بتقلل السرعه، بتزود السرعه وتقلل الوقت وبتقلل الامكانيات والفلوس الموجوده. كل دي من الحاجات اللي فوائد التوظيف الالكتروني، واصبح زي ما احنا قلنا هناك في منصات مختلفه وفي مواقع مختلفه، وعمليه اختصار للوقت وانخفاض في التكاليف وانتشار أوسع للشركات وإحداث يعني فرص للتسويق أكثر، ويفتح مجالات مختلفة ويفتح قواعد بيانات مرجعية مختلفة. إحنا لو بدأنا نعد في المميزات عدد ولا حصر لعدد كبير جدا من الوظائف الإلكترونية. طيب خلينا نعمل زي ريفيجن سريع كده لأهم الأجزاء اللي احنا تناولناها في المحاضرة اليوم، بداية من ما المقصود بالتوظيف الإلكتروني، وما هو تعريف عملية التوظيف الإلكتروني، وأن طبعا هو الحصول والعثور على الموظفين وتقييمهم وتوظيفهم في سيستم التوظيف الإلكتروني. أيضا قلنا أن هناك مجموعة من المميزات والفوائد والعيوب. المميزات طبعا قلنا قليلة التكلفة، هو أسرع، بيرشح لنا حسب الطلب، في فليكسبل ومرونة، ولكن العيوب قلنا أحيانا بيكون في مشاكل في التقنية، مقدم الطلبات أحيانا بيكون هناك مجموعة من المحتالون، يعني هناك أحيانا understanding، عملية مس اندرستاندينج، سوء للفهم، الناس احيانا ما بتبقاش فاهمه بعض عن مثلا السكرين، ولكن زي ما احنا قلنا لازم التمرين والتدريب، لان هي اصبحت اداه من ادوات العصر، واللي ما بيعرفش يعني خلينا نقول يستخدمها او يستعملها او يكون عنده اوير كامل بيها او يتكيف معاها، هو بالفعل حاليا عنده مشكله كبيره جدا هتقابله بشكل كبير. يعني بدأنا بعد كده نقول ايه اهم الطرق الميثودز للتوظيف الالكتروني. وجدنا انها هناك انواع اكثر شيوعا لعمليه التوظيف الالكتروني، من عمليه تحديد المصادر للمرشحين واستخدام نظام التتبع اللي هو الـ ATS، وإجراء مقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت، واستخدام التستينج عبر الإنترنت الاختبارات، وإنشاء البورد لعمل الإعلان، وشرحنا كل واحدة فيهم بالتفصيل بشكل دقيق. بعد كده جينا اتكلمنا عن عملية البحث عن الوظائف من خلال الإنترنت طبعا بمساعدة الخوارزميات، والبحث أصبح أكثر كفاءة ويؤتي ثمارا أيضا للشركات والمؤسسات بشكل أكبر. كيف يتم العمل؟ قلنا بيتم العمل من خلال إعلان وضع إعلان مناسب للوظيفة على منصة العمل، وبيتم إرسال التطبيق إلى صاحب العمل، واستخدام طبعا عملية الميكس. يعني أنا ما ينفعش أشتغل بلينكد إن بدون هي، يعني خلينا نقول كده عملية أركان ثلاثة مكتملة متجسدة في موقع تواصل اجتماعي متجسد مثلا في اللينكد إن. أنا بضرب مثال كبير من خلاله، والايميل او البريد الالكتروني اللي بيتم ارسال عليه الموعد، واداه للمقابله زي الزوم او الجوجل ميت او السكايبي او كليف. التوظيف الالكتروني بيتم من خلال الثلاث حاجات دول. احيانا بتكون في جهه رابعه وهي الابلكيشن، يعني لينكد ان بيتيح ليك لينك، بيتيح ليك اعلان اللي هو بيتم النشر عليه اصلا في الوظيفه، ثم بعد كده بعد ما بيتيح ليك الاعلان بتبتدي تدخل عليه، تبتدي تخرج، تنتقل بعد كده الى الابلكيشن، ثم بعد ذلك من الابلكيشن ينتقل اليك الى، يبقى احنا نقول الحاجه لينكد ان، ثم الابلكيشن، ثم البريد الالكتروني، ثم المواقع، ثم الزوم ميتنج عفوا او الجوجل ميت او السكايب. الثلاث عناصر او الاربع عناصر المكتمله دي عمليه التوظيف الالي بشكل يعني كامل وواضح. وهنا هيجي يقول لنا ايه هي اهم القنوات المشتركه في عمليه التوظيف. قلنا صفحات الوظائف على المواقع كتير جدا. انا دلوقتي مثلا ببحث عن عمل ما وطبيعه العمل الخاص بي في الجامعه، هبتدي ادخل اشوف انا مثلا متارجت على اني اشتغل في اي دوله، واعمل سيرش على اهم الجامعات اللي موجوده فيها التخصص الخاص بيا،
وابتدي ادخل على المواقع بتاعتها وابتدي اراسل اشوف بيبقى فيه يعني زي ايكون كده مكتوب فيه وظائف، بتبتدي تدخل عليها وتشوف هل وظيفتك متاحة هل وظيفتك مش متاحة، وتبتدي تشتغل على ان انت تملي الابليكيشن بتاعك. دي صفحة الوظائف. في لوحات الوظائف اللي هي موجودة في لينكدين، وفي ايضا اللي هي محركات البحث للبحث عن وظيفة ما، وعندنا مواقع توظيف كثيرة جدا 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 حسب التخصص الخاص بيك. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة زي الفيسبوك والانستجرام، واحيانا الناس بتنشر بوست للوظائف، واحيانا في بعض المواقع بتبقى عندها ليها صفحة على الفيسبوك كشكل من اشكال الماركتينج والترويج، بحيث ان هو يروج لنفسه على المكان المتجمع فيه عدد كبير جدا من الناس. السمارت فون والتطبيقات الموجودة، من ناحية أيضا تقييم جميع القنوات المذكورة كلها مع بعض، دي من الحاجات اللي احنا قلنا عليها، يعني زي بنعمل زي توصية كده بأن اللي محتاج يبحث عن عمل يبحث بكل هذه الحاجات مرة واحدة يعني، وأيضا الشركة اللي بتنشر عمل محتاجة إن هي تنشر على كل المنصات دي مرة واحدة. بعد كده اتكلمنا ايضا على ايه هي، قلنا المنافع والفوائد، وكان عرضنا زي انفوجراف خاص بيه. ثم تكلمنا بعد كده مين هو اللي بيستخدم عملية التوظيف الالكتروني، قلنا عملية المؤسسات طبعا ومتخصصي الموارد البشرية اللي هم مهمومين جدا بعملية التوظيف ودي من صميم عملهم. ثم تحدثنا بعد كده على عملية الاستراتيجية واستراتيجية التوظيف، وقلنا هي بتتكون من 6 نقاط أساسية، بداية من عملية تحديد الاحتياجات الخاصة بالتوظيف، وتحديد أفضل الأساليب لتوظيف المرشحين، وإنشاء مواقع للتوظيف، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المرشحين، واستخدام البريد الإلكتروني للاتصال بالمرشحين، وإجراء المقابلات الفيديو. وتحدثنا آخرا عن أهم العناصر الخاصة بعملية التوظيف الإلكتروني، بداية من الوظائف الشاغرة والأونلاين جوب بورتس والمواقع التوظيف والويب سايت الخاصة بها والسوشيال ميديا من أهمها. يعني خلينا نقول ده ملخص بسيط وسريع حول ما تم شرحه اليوم. والله أنا شايف أن الموضوع لطيف وخفيف وظريف جدا، الموضوعات سهلة، ولكنه على الرغم من سهولته ولكنه هو في غاية الأهمية يا جماعة، لأن يعني الكثير والكثير، يعني في ناس مثلا بتقوم أنا عايز أذهب للبحث عن عمل في وظيفة ما في مثلا دولة زي أمريكا، يقوم ياخد تأشيرة ويسافر ويروح، يبتدي بمفهومه القديم يطبع السيرة الذاتية الخاصة بيه وعايز يتوجه نحو الشركات، يلاقي ويفاجأ مفاجأة كبيرة جدا، يقولوا له ايه، لا احنا ما بنقابلش ناس فيس تو فيس، ما بناخدش يعني السيرة الذاتية من حد بشكل ايه فيس تو فيس، امال حضرتك بتعمل ايه؟ لا ده انت تقدم الكتروني على الموقع وبعدين هنبقى يعني هنحدد لك ميعاد تيجي تقابلنا او حتى نقابلك على الايه الزوم ميتنج. يعني معنى كده ان هو كان ممكن ما يتحركش ابدا ابدا من بلده على الرغم من بعد المسافة الشاسعة ومئات الكيلومترات بل الاف وملايين، كان بمنتهى البساطة يستطيع إن هو يدخل عبر الشركات والتقديم على الوظائف المتاحة إلكترونيا أو عبر مواقع إلكترونية. لينكد إن أتاحت لينا يعني تولز مهمة جدا وحاجات مهمة جدا جدا، يعني هي عندها تولز كده اسمه الوظائف وبس كده للبحث عن وظيفة، والتول ده لما بتيجي تفتحه بتلاقي فيه حاجتين، الوظائف ونشر وظيفة. يعني انت عندك دلوقتي اوبشنز رهيب في ان انت تستخدم لينكد ان للبحث عن الكثير من الوظائف. هو كمان بيدخل يشوف اللي هو الاي تي اس، عمليه تتبعك، بيجي يدخل على صفحتك ويشوفك قد ايه انت مناسب او مش مناسب. ويعني خلينا نقول ان لينكد ان استطاع عدد كبير جدا من خلاله يعني التقديم الى وظائف والحصول على وظائف، يعني هو بيتيح لك الوظائف كمان اللي انت بتطلبها،
و يعني عنده اوبشن كده بيقول لك ايه الوظائف المستندة على ملفك الشخصي. يعني انا هديك الوظائف، يعني انا مثلا وانا بتحدث معكم انا فتحت لينك لان الصفحة الخاصة بيا، لقيته بعت لي 148 نتيجة او وظيفة استطيع التقديم عليها وهي افيلبل في وقتها، خاصة وهي مستندة لملفي الشخصي. يعني انا من غير ما ابحث ولا حاجة وعمل بالذكاء الاصطناعي وبالخوارزميات المختلفة، شايف الاوبشنز اللي عندي في الصفحة بتاعتي وشايف انا ايه مؤهلاتي، وبدأ ايه يقول لي ان انت عندك 148 وظيفة تستطيع التقديم عليها. يعني خلينا نقول من تجربة الكثير، هو انت لو قدمت على مدار اسبوع كل يوم، مش هقول لك 150 وظيفة، كل يوم 100 وظيفة، يعني في اسبوع قدمت 700 وظيفة، اكيد ان شاء الله هيكون ليك الحق او هيكون ليك الحظ في الحصول على وظيفة منهم. يبقى هو زي ما احنا قلنا ان من احد اهم الحاجات المهمة في مواقع التواصل الاجتماعي هي قللت عملية البطالة وساعدت على التواصل مع اكبر قدر ممكن من الاشخاص. ناهيك بقى عن العلاقات اللي هي خاصة بالعمل، ناهيك بقى عن الكثير من المعلومات المختلفة اللي ممكن تتيح ليك، وهناك يعني اوبشنز كتير ومعلومات كتير وموضوعات كتير هيتتاح من خلال الايه يعني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المتجسدة برضو أيضا في الفيسبوك ولينكد إن وخلافه، وأصبحت التواصل يعني التواصل ما بين الأشخاص والناس متاح وسهل ويسير. يا رب نكون النهاردة استمتعنا مع بعض بالمحاضرة. المحاضرة كانت أنا شايفاها لطيفة وخفيفة وظريفة وشيقة جدا جدا. يعني إن شاء الله حلقة النقاش القادمة أيضا تكون كذلك، وتكون بسيطة وخفيفة. موضوع قد إيه مهم ولكن في نفس الوقت بسيط، ويعني من الموضوعات القيمة. يعني إن شاء الله نتقابل في حلقة النقاش القادمة ونتحدث مع بعض في كل هذه الأجزاء. أتمنى أن يكون قدرت أوصلها لكم ويكون المحاضرة بسيطة وسهلة. كانت معكم دكتورة مهتاب الرفعي في المحاضرة السابعة لمادة سوشيال ميديا مانجمنت. اليوم تحدثنا عن التوظيف الإلكتروني. أستودعكم الله وأراكم على خير في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.